هقدم حضرتك ويبقى this honor for me ان انا introducing my professor dear professor دكتور ايهاب سالم. هيكلمنا عن tough issue another tough issue. اذا كان دكتور احمد تاج اتكلم عن review عن cardiology, دكتور ايهاب هيكلمنا عن diabetes review in a year, وده انا شايفه انه صعب صعب بما ان في ريفوليوشن او انفوليوشن بالنسبه للدياجنوزس والتايب اوف دايابيتس والمانجمنت بتتغير كل تقريبا سنه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دكتوره سهام, والهيئه سعيد بالشراكه الطبيه مع جامعه قناه السويس قسم الباطنه وقسم الامراض الكبد والجهاز الهضمي وقسم الكارديولوجي وكل الاقسام الحيويه فاميلي ميديسن. الموضوع اللي هتكلم عنه هو مكمل اللي اتكلم عليه الدكتور احمد تاج دلوقتي, ميتابوليك سندروم دايابيتس يير اند ريفيو. الحقيقه ميتابوليك سندروم عشان بس الناس اللي بتشارك معنا لاول مره, هو فيزرال اوبيزيتي ده نمبر 1, ومعاه حاجه ثانيه الانسولين ريزيستنس في شكل اما بري دايابيتس او دايابيتس, هايبرتنشن, ديسليبيديميا, الناش او النفل, او ميتابوليك اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز. هنحاول نقول يمكن بس المحاضره هتبقى الحاجات الجديده السنه دي, لكن ان شاء الله على مدار المؤتمر بالنسبه للانج جينيريشن في حاجات بيزك كتير هتسمعوها. ماي اجندا اللي هتكلم عليها دلوقتي ويمكن كل موضوع من دول هيتقال بالتفصيل في المؤتمر, يمكن انا حبيت اعمل له انترودكشن. يعني الريز ديفرا او ريزبنور ده فور ناش, ده من الحاجات اللي لسه بقالها شهر وهنتكلم عليها بالتفصيل. ايكوديك وانز بي ديلي بيزل انسولين فور تايب 1 اند تايب 2, ودي من الحاجات الجديده الوانس ويكلي بيزل انسولين. اللانتيدرا فور تايب 1 دايابيتس, وده الفيرست سيلولار ثيرابي فور تايب 1 دايابيتس. الروتاتريتايد التريبل ثيرابي فور دايابيتس اند اوبيزيتي. البنبيدويك اسيد فور ديسليبيديميا, ده اقصد دايابيتك ديسليبيديميا حاجه تخصنا. والاس جي ال 2 امبري دايابيتس, يمكن دي مش حاجه جديده قد ما هي حاجه براكتس كنا دايما بنتكلم عليها لكن ما كانش في ايفيدنس عليها. نبتدي اجندتنا بسرعه. الريز ديفرا او الناش ده 14 مارس 2022, احنا دايما كنا بنعمل مؤتمرنا في اول مارس, يمكن المؤتمر اتاخر السنه دي, خلال الفتره بس اللي اتاخرنا فيها صارت حوالي 3 حاجات الفتره دي خلال دي 14 مارس من شهر لاول مره. كنا دايما من كل اللي كنا بنقوله قبل كده على الناش, الناش اللي هو نان الكحوليك ستاتو هيباتايتس, والنافلد اللي هو نان الكحوليك فاتي ليفر. ايه الفاتي ليفر؟ لما كنا نقول للعيان انت عندك دول على الكبد ده جود نيوز. الحقيقه ده ما كانش جود نيوز, بس احنا اللي كنا مشغولين بالهيباتايتس اكتر. الحقيقه ان الناش ده بيحصل له بروجريشن, مش كل الناس اللي عندها نافلد او فاتي ليفر بتفضل على كده. الفات اكيوميليشن انيشيت انفلاميشن, برسنتج منهم ببلاش, وبعد كده برسنتج منهم بيبقى ديتيريشن ليفر فانكشن سكارنج, زين ليفر سيروزس, بروجريسيف لوس اوف ليفر فانكشن, ولو ما اتلحقش في التوقيت ده بليفر ترانسبلانتيشن بعضهم بيضاي من الهيباتو دي كومبنسيتد ليفر سيروزس او من الهيباتو سيلر كارسينوم. الحقيقه ده من الحاجات المنتشره جدا ومش بيجي دايما لوحده, معاه يمكن المين تارجت في علاج الناش مش بس بريفنشن ليفر سيروزس لكن بريفنشن في كارديو فاسكولار ديزيز. والارقام دي مش ارقام عاديه, اليو اس اي بالملايين 6 ل 8 مليون ناش, مش مجرد نافلد بس, مش نافلد مش فاتي ليفر, ده نان الكحوليك ستياتو هيباتايتس. وعشان كده البريك ثرو اللي حصل واللي يمكن الابروفال بتاعه خد فاست تراك, ما خدش التراديشنال روت, ما خدش الوقت الطويل. ليه؟ لانه ما فيش دواء اساسا عندي اشتغل بيه واخد ابروفال, فده خد فاست تراك لغايه ما يكملوا الشغل بتاعه. وده بيشتغل على بارشال اكتيفيتور سيرود هرمون ريسبتور. سيرود هرمون ريسبتور دي موجوده في الجسم كله بس الفا وبيتا, هو بيشتغل على بيتا, والبيتا دي لما وجدوا ستيميوليشن ليها بيقلل الليفر فات كونتنت وبيقلل السكارنج في الليفر وبالتالي يقلل الفات اكيوميليشن. وعشان كده يمكن الدراسه اتعملت على اكتر من 800 عيان لمده شهر, وكان الريزلت بتاعتها بتو كونسنتريشن, ناس خدت بلاسيبو, ناس خدت من 80 ملغ من الريز ديفرا, ناس خدت 100 ملغ اكوردنج للويت, وجدوا الامبروفمنت ان ربع العيانين حصلوا امبروفمنت للداش, امبروفمنت على الستيج اوف ليفر بايوبسي. يعني في ناس عملت سكاننج وفي ناس عملت بايوبسي عشان اشخص الناش, مش مجرد سونار, لازم اشوف سكاننج الديجري اوف ليفر ستيفنس. يمكن انا بتكلم بس بدون التفصيل في وجود اساتذتنا اساتذه الجهاز الهضمي سواء الدكتور سهام او الدكتور عادل, لكن احنا يعني بنحاول نبسط بس المعلومه اللي موجوده. وعشان كده الامبروفمنت كان ان شاء الله النهارده دكتور استاذنا الدكتور فريد فوزي هيتكلم على ناش ابديت في محاضره مهمه جدا هيبقى فيها كل التفصيل. الحاجه الثانيه بتاعتنا بقى اللي دايما كان عندنا ديلي انسولين, وكانت المشكله في الانيشيشن برضو ده 21 مارس 2024, من شهر فات او اقل من شهر. دايما كانت مشكله الانسولين انيشيشن لما تقول لعيان هتاخد شكه يوميا او مرتين في اليوم كان امباكت بيقلل الاكسبتنس العين انه ياخد, لكن وخصوصا العين اللي بياخد بيزل بولس 4 مرات في اليوم ب7 في الاسبوع 28 اسبوع, فالانجكشن كتير, وده بيخلي الكلينيكال ايرش عند الدكتور وعند العيان والاكسبتنس والادهرنس للتريتمنت وحش. الحقيقه عشان كده بداوا يفكروا في وانس ويكلي بيزل انسولين. الفكره احنا عندنا جي ال بي 1 ابتدى وانس ديلي,
وبعدين وانس ويكلي وبعدين بقى اورال. نتمنى ان في الانسولين يمشي بهذا السيكونس. ابتدى وانس ديلي، المره دي وانس ويكلي بفكره بسيطه انه بيمسك في الالبيومين وبالتالي يدخل في ديبو ويحصل له جرادوال ريليز على مدار الاسبوع. الحاجه الثانيه الافينيتي للريسبتور قليله فبتخليه يقعد فتره طويله. لا، الحاجه الثالثه الكلينيكال بتاعه، عملوا انورد بروجرام على اكثر من 4000 عيان. ايزر ان العينين دول انورد 1 واحد نايف ما خدش انسولين قبل كده، ومع ديف واحد خد انسولين قبل كده عملت له سويتش، وديفرنت بيزل انسولين سواء التراديشنال جلارجين 100 او الديجلوديج اللي هو اطول ديوريشن احنا هنتكلم عنه النهارده في محاضره، ويعني سواء نايف او سواء الريال وورد مش بس راندمايز كنترول تايب، وكمان في تايب 1 يمكن دول السته دول بكمبلهم كومبليتد. وعلى هذه البروجرام ده اللي عمل بوزيتيف امباكت وخد على اساسه الابروفال سواء في تايب 1 او في تايب 2. تايب 1 كان الريزلت عاليه، الاي 1 سي كان احسن، التايم ان رينج الكلمه اللي لسه هتسمعوها اول مره. اخر محاضره في المؤتمر يوم الجمعه هيبقى فيه سيشن كامل على الدايابيتس تكنولوجي السي جي ام والانسولين بام، هنعرفه بالتفصيل. وتايب 1 وعلى هذا البروجرام ان وانس ويكلي بيزل انسولين ابروف تو بي سيف اند ويل توليريتد. مش هبتدي بنفس الجرعه اللي ببتدي بيها التين يونت، ببتدي ب 70 يونت لان دي جرعه الاسبوع كله. تيتريشن بيختلف عن البيزل انسولين اللي هنقوله النهارده في محاضره. وعلى هذا الاساس خد ابروفال، والحقيقه ده بريك ثرو، ونتمنى ان الخطوه اللي جايه يبقى اورال انسولين. طب هل ده بس؟ لا، الحقيقه ان في انظر بيزل انسولين بيف انسولين، وده يمكن ان ابروفال بيحطوه مع امينوجلوبولين، وده يمكن الدراسات بتاعته هتكمل 2024 يمكن نتكلم عنه ربنا احيانا السنه الجايه ان شاء الله. ده بخصوص البيزل انسولين. الحاجه الكويسه جدا اللي هيبقى بكره محاضره بالتفصيل وهدعوكم كلكم، مسؤوليه الدكتور استاذ منى سالم بريزيدنت اوف جيفرا سوسايتي بيدياتريك اندوكرينولوجي، واتس نيو ان تايب 1. من ضمن واتس نيو ان تايب 1 لن تدرى ده فيرست الوجينيك، ده فيرست سيلولار ثيرابي. كان المشكله ان العين عايز يبطل انسولين. دراسات اتعملت على عدد قليل، في ناس بطلت الانسولين لمده من سنه لخمس سنين حوالي 11 عيان، في 10 عيان بطلوا اكتر من خمس سنين. الفكره ان من المتبرع متوفي بالبيتا سيل بروسيس يحصل لها بروسيسنج، تتحط بكاسيتر في البورتال فين تبدا تكون البيتا سيل. والحقيقه الريزلت بروميسنج، لكن طبعا الكوست فيري هاي كوست اكتر من 300 دولار. لكن هل ده لكل الناس؟ لا، ده للناس اللي ديسبايت الايديوكيشن وديسبايت الانسولين اللي عم بيخش في سيفير اتاك اوف هايبوجليسيميا وهايبوجليسيميا ان اويرنس، ودي للناس اللي هم ما كانش مهما عملنا بالحاجات التولز المتاحه بايدينا ما كناش بنوصل لتشخيص. الحاجه الثالثه بقى في مجال الاوبيزيتي، بما ان انا بحاول الف في كل الكومبوننت بتاع الميتابوليك سندروم، ودي بكره ان شاء الله فرانشيسكو جورجينيو بروفيسور ديبسي اندوكرينولوجي هيتكلم في محاضره كامله حوالي 30 دقيقه على فيوتشر انجكتابل انتي دايابيتيك ثيرابي، واللي كلها بتبتدي كدايابيتس وتنتهي بالاوبيزيتي. الروتاتري دايت ده احنا دايما عندنا في الانكريتين بيز ثيرابي كنا دايما بنتكلم على ايه؟ على الجي كابل دي بروتين جي ال بي 1 ريسبتور. كل اللي معانا في الماركت ليراجلتايد دولاجلتايد سيماجلتايد كله جي ال بي 1، حاجه واحده. بدا نكتشف ان في حاجه ثانيه كنا ناسينها جي اي بي ريسبتور وما كناش معتقدين لها فايده، لما عملناها اتحطت مع الجي ال بي 1 بدات تفرق مع الجي ال بي 1، بدانا ناخد بنفيت زياده. وكمان في جلوكاجون ريسبتور، وبدانا نشتغل على الثلاثه ريسبتور مع بعض. الجي ال بي 1 اكتر على الانسولين ريليز وديليت جاستريك امبيتنج، الجي اي بي بيقلل الريليز اسيد فبيقلل النوزيا، وبعدين الجلوكاجون ريسبتور اللي له افكت قوي جدا في الثيرموجينيسيس وفي الانرجي اكسبنديتشر. بدانا نعمل ميكس من جي ال بي 1 وجي اي بي اللي هينزل خلال شهر او شهرين اللي هو التيرزيباتايد اللي هو المونجارو، وبعدين بدانا نعمل ميكس مع جي ال بي 1 وجلوكاجون ريسبتور، وبعدين بدانا نعمل ميكس مع الثلاثه مع بعض. طيب هنستفيد ايه بالميكس مع الثلاثه؟ اول واحد اهو سيماجليتايد جي ال بي 1 بس، وده بيعمل بالدوز 2.4 مش الدوز اللي احنا بنستخدمها في الدايابيتس اللي هو الاوزيمبيك، بس دوز 2.4 باسمه وقوفي زي ليراجلتايد كده، ما ابتدى كساكسندا ابتدى فيكتوزا ودلوقتي ساكسندا 3 مللي. ده بيعمل ريدكشن بس الدوز زي ما انتم حضراتكم شايفين كده هنا يمكن الدوز 2.4. اللي بعده المنجارو، ده بيعمل ريدكشن للويت اب تو 21%، يعني ريدكشن للويت اكتر. عشان كده في شهر 11 اللي فات خد ابروفال للاوبيزيتي، ابتدى كدايابيتس وخد ابروفال للاوبيزيتي. وبعدين بعد كده الروتاتريتايد اللي هو تريبل جي ال بي 1 وجي اي بي وجلوكاجون ريسبتور، وده بيعمل ريدكشن للويت اكتر من 24%، وده يمكن هيقلل كتير النيد فور بارياتريك سيرجري. ويمكن هنا الريدكشن السامري بتاع الانتقال للاوبيزيتي، في حوالي ربع العيانين بيفقد اكتر من 25% من الميزان، وثلثهم او ثلثهم نصهم بيفقد 25% من الميزان،
وربعهم بيفقد 30% من ميزان بونس ويكلي انجكشن، وده انوفيشن الحقيقه في المانجمنت بتاع الاوبيزيتي والدايبيتس، وطبعا خصوصا ان معظم تايب 2 دايبيتس ار يمكن الديسليبيديميا. يمكن الدكتور هتستمتع دلوقتي الدكتور اشرف رضا فيها، لكن انا هقول الجزئيه بتاعت الدايبيتك ديسليبيديميا 2024. كان عندنا مشكله في الناس اللي ستاتين انتولرانس، وكان دايما الجايد لاين تقول الناس دي قلل الريدكشن، قلل الجرعه شويه، اعمل دي تو دي الترنت دي ثيرابي، او ادي فيتامين دي، او ادي كي كيوتين. الحقيقه الستاندرد اوف كير 2024 في الدايبيتك ديسليبيديميا سواء كبرايمري بريفنشن، واحد ما حصلوش حاجه قبل كده، انت عايز تمنع كارديو فاسكولار ديزيز، وده التارجت بتاعنا في المانجمنت اوف دايبيتس. والعين انتولرانت للستاتين عنده مصر بين او مايالجي او مايوسايتس، بقى عندنا اوبشن ثاني اللي هو تريتمنت ويز بنبيدويك اسيد از ريكومندد، مش بس ان هو كافكتيف بتاعته سيف، لكن يقلل الكارديو فاسكولار ايفنت ريت، يعني يعمل ريدكشن للدي ال، وكذلك يقلل الكارديو فاسكولار ايفنت ريت ويز ليفل اوف ايفيدنس جريد اي، سواء على البرايمري بريفنشن او كمان السكندري بريفنشن. الناس اللي جاينا من الـ من الـ من او عامل ستنت او عامل كابج، يبقى ده اسمه سكندري بريفنشن بيبل والاثيروسكلروتيك كارديو فاسكولار ديزيز، وبتدي له ستاتين سيرا بكميه كبيره هو مش توليريت. ما كانش عندنا اوبشن كتير. برضو البنبيدويك اسيد واحد من الحاجات اللي موجوده، يمكن هيبقى فيه سيشن كامل على الديسليبيديميا الانجكتابل انذر ميثود اوف انجكتابل برضو ده. طب ده كان ميزته ايه؟ هو بيقلل الكوليسترول سينسس باسوي والقلل ال ديل بنسبه 26%، يعني افكتيف، لكنه كمان الميزه ان الاكتيفيشن بتاعه وده انهاري بيحصل بس في الهيباتوسايت، ما بيحصلش، بيحصل الهيباتوسايت لكن ما بيحصلش في المصل. الحاجه الخطوه الاكتيفيشن مش موجوده في المصل، فيشتغل على الهيباتوسايت يقلل الريدكشن ال دي ال وما يشتغلش على المصل. وفي الاخر اخر حاجه هتكلم عنها، يمكن ده ما هياش ايمرجنج قوي، لكن دايما في كل الميتنج كان دايما الديبيت ده، لسه جي اللي تو بنستخدمها في الدايبيتس وبستخدمها في النون دايبيتك. والنهارده في سيشن كامل الدكتور فتحي هتكلم ككارديولوجي، والدكتوره بسمه هتتكلم كنفرولوجي، وانا هتكلم في ريكومنديشن او براكتيكال كونسيدريشن في الدايبيتس. كان المشكله بيستخدم في الدايبيتك ويستخدم في النون دايبيتك، ونيجي في النص لبري دايبيتس لا ما ينفعش، ويحصل خناقات بين الناس، برغم ان في بعض الناس ان براكتس وانا حي منهم بستخدمه في البري دايبيتس. لكن المشكله لما تيجي تكلم ما كانش عندك ايفيدنس، ما هو ما فيش ابروفال للبري دايبيتس. الحقيقه بالحاجات اللطيفه يمكن ده ماهوش، لكن هو ميزته كلينيكال، لان احنا بنحتاجه كلينيكال، ايفالويتنج السيفتي اند افيكاسي اوف صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 ان سبجكت وذ بري دايبيتس. وده برضو من الحاجات اللي في مارس 18 مارس 2020 بروتوكول فور راندمايزد كنترول ترايلز، وبالتالي هنا عمل الكونكلوجن، انا عايز استفيد من الميتابوليك بارامتر بالويت لوس اللي بيحصل اللي هو 3 4 كيلو. وهتشوفوا جورجينيو بكره وهو بيعمل كومباريزون للجي ال بي 1، حاطط ارم مع الجي ال بي 1 الانجكتابل، جي ال بي 1 مع اس جي ال 2، فاذا ليها قيمه وليها سينرجيستك افكت لما تتحط الحاجه الصغيره دي بتسند مع الحاجه الفيري اكسبنسيف، والريزلت بتبقى مارفلس. عشان كده بقى في بروتوكول عشان نغير في الاخر، ريفاين اند انفورم الكرنت دايابيتس بريفنتيف استراتيجي، احنا عايزين نقلل الميزان. اتمنى ان احنا كده نكون طفنا شويه في الميتابوليك سندروم از ريجارد الاوبيزيتي، از ريجارد الدايابيتس، از ريجارد الناش، از ريجارد الديسليبيديميا، واز ريجارد تايب 1 دايابيتس اللي هو الفيرست سيلولر ثيرابي. بنحاول ان احنا نعدي ونبقى ليدر، نعدي بعيانيننا اللي بره الامان، ونحاول برضو في القسمه ان احنا نبقى ليدر ودايما يتقدم كل جديد هنا. وان شاء الله على مدار الثلاث ايام هتسمعوا البيزك وهتسمعوا الجديد. اشكركم واتمنى لكل شكر.